ماذا تفعلين بفتاة الخبز البائت يا أم أحمد؟ أدخرها. ولماذا تدخرينها؟ أعطيها لجارتنا أم زاهر، فهي تربي بضع دجاجات في منزلها. أحسنت، أثابك الله، هذا عمل جيد. أتظن أنني أرميها في سلة المهملات؟ بعضهم يفعل ذلك وللأسف. هذا جزء من نعمتي، يجب احترامها واستغلالها بما يفيد مخلوقات الله جميعها دون استثناء. ما رأيك في كوب من الشاي؟ هو غاية المنايا يا أمي. تذكرت، هل التقيت بجارنا عادل؟ لا، هل حدثك بشيء؟ لقد قابلته عند الباب قبل غروب الشمس وسألني عنك، وكأنه كان يخفي أمرا ما. سألتقي به في المسجد أثناء صلاة المغرب إن شاء الله. لابد أنه يحمل مشروعا تجاريا، شأنه في كل مرة. المشاريع الجمة، المشكلة في التركيز. ها قد أدينا صلاة العشاء والحمد لله. الحمد لله. ما الذي كنت تنوي أن تقوله لي؟ كنت أريد أن أحدثك عن هذا الأمر، لكن هاجسا ما انتبهني. خير إن شاء الله، أقلقتني يا رجل. لا شيء يدعو إلى القلق، إنما أردت أن أقول بأنني تثاقلت عليك كثيرا وبلغت الحد الأقصى من تحامل الجار على جاري. أنت تعلم أنني أركن سيارتي على أرضك الفضاء وأمام منزلي لسنتين أو أكثر، وأنت لا تأخذ مقابلا لذلك. هل سمعت مني منة على هذا؟ لا لا لا، ما سمعت منك إلا جميلا. ولدك أحمد له مشاريعه وطموحاته. ما صلة هذا بذاك؟ اطمئن، أحمد ولدي ما زال يستعين بي في ضرورات عيشه. أشكر لك هذه النخوة وهذه الحمية. كل ما في الأمر أن جارنا إبراهيم عرض علي موقفا لسيارتي أمام داره. لا تتابع أرجوك، دع إبراهيم وشأنه، هتعني ينال ثوابا بما منحتك إياه. بارك الله فيك، لقد ارتحت الآن، أشعر أنني أديت بعضا من واجبي تجاهك. لك جميل في عنقي لن أنساه محي. الجميل الذي تعنيه يعود لأخي وليس لي. لكنك أنت الذي سعيت فيه. كلانا ملزم بمساعدة الآخر، نحن يجب أن نكون كالبنيان المرصوص كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. إلى اللقاء. إلى اللقاء. ماني أراك سهيما هكذا. حدث ما لم أكن أتوقعه. ما الذي حدث؟ أن يشتري ولدك سيارة في هذا اليوم. وما العجب في هذا؟ أحمد تخطى 21 عاما وتوظف، وهو يحتاج الآن إلى سيارة لينتقل بها إلى وظيفته، ولقد حدثك في هذا الشأن الأسبوع الماضي. أخبريني عن الموقف الذي سيركن فيه سيارة. الآن عرفت ما يشغل بالك. أحمد يركن سيارته في الأرض الفضاء أمام المنزل، وجارنا عليه أن يتدبر مكانا آخر. المشكلة أن أقرب موقف عمومي هو على بعد أكثر من 500 متر من هنا. وما الدير في ذلك؟ رياضة صباحية. مثل جارنا عادل لا يستطيع السير لمسافة طويلة، ساقه صناعية. هناك حلان لا ثالث لهما،
إما أن يكون الموقف لابنك أحمد، وإما أن ترضي جارك على حساب ابنك أحمد. الأمر في النهاية يعود لك أنت دون غيرك. المشكلة أنني أعطيت الرجل وحدة. وحدث ما لم تكن تتوقع. اشترى ابنك سيارة. ماذا لو ركن أحمد سيارته في الموقف البعيد؟ لقد اخترت الحل الذي يرضي جارنا ويغضب ابنك. لقد أعطيته وعدا، لا أستطيع التنكر له بهذه السهولة. سيارة من هذه؟ إنها سيارة أحمد. سيارتك يا أحمد؟ نعم. لكن هذا موقفي. هذا منزلي وهذا موقفي. واركن سيارتك في مكان آخر. أعتبر هذه خيانة الاتفاق مع أبيك. أخبره بأنه خسر جارا ليك عني. انظر يا عم إبراهيم، هذه خارطة المنزل بكل تفاصيلها. حبذا لو شرحت لي هذا الجانب من الخارطة. هذه ثلاث غرف للنوم. ثلاث غرف للنوم؟ أليس هذا عدد فائض في الغرف؟ بالعكس يا عم إبراهيم، أنت تعلم أنه من المستحبات أن يفتيق الأبناء في الغرف حين يكبرون، أن يكون للشباب غرفتهم وللبنات غرفتهم، ومن المستحسن أيضا أن يكون للأب والأم غرفتهما الخاصة بهما، وكذلك في الخارطة غرفة للضيوف. دعنا من كل هذا وحدثني عن كل متطلبات البناء من حديد وإسمنت وغير ذلك من مواد. في البداية يا عم إبراهيم، أود أن أوجه إليك اقتراحا. وما هو هذا الاقتراح؟ ماذا لو بنى ولدك داره فوق دارك؟ بمعنى أن يصبح دارك من طابقين بدلا من طابق واحد. عسى أن يوافق الأبناء بالسكن مع الآباء. إنها نصيحة لا تقدر بثمن. حاولت جاهدا أن أغني أخي عادل بذلك فرفض، وأصر أن يأخذ منزلا ضيقا. الحسنة في ذلك أنه يتآخى مع الكثيرين من جيران البناية. يكفيه سعادة أن يجد جارا وفيا مثل منصور. عسى أن يدوم هذا الوفاء طويلا. وهل حدث شيء بينهما؟ طمني عن إبراهيم. أبدا أبدا، أخشى أن يتحول الموقف إلى فكرة نزاع بين الطرفين، خاصة أن أحمد بن منصور قد اشترى سيارة جديدة، ولا بد لهذه السيارة من موقف. أكاد أجزم أن منصور لن يضحي بأخي لأجل موقف سيارة. ما بك يا منصور مثاقب من الأرض؟ إلحق بصاحبك ليقلك إلى دارك. ما عدنا بصاحبين يا أبا محمد. ماذا تقول؟ ما عدتما صاحبين؟ ما المشكلة؟ المشكلة في أنني استعدت حقي فغضب مني وعاداني. إذا كان الأمر كما تقول فلا مبرر لغضبه، إلا إذا كان في الأمر تورية يا أبا أحمد. لن أخفي عنك شيئا، كل ما في الأمر أنني استرجعت الموقف الذي أملكه. اسمع يا أبا أحمد، قد فوضته بهذا الموقف دون شرط بحضوري وعلى مسمع مني. هذا صحيح، لكن ولدي اشترى سيارة على حين غفلة، وعليه أن يقدر هذا. وأنت أيضاً يجب أن تقدر ظروفه، لأنك فاجأته دون أن يحسب للأمر حساباً. كنت أمام خيارين لا ثالث لهما، إما سيارة ولدي وإما سيارة جاري، فماذا عساي أن أفعل؟ لولدك الحق في الموقف، لأن جارك يشغله دون ثمن. وأنت أيضاً مخطئ، كان يجب
أن تتركه يؤمن موقفا بدينا له. كأنك تحاول أن تأخذ طرفا يا أبا محمد. بل أحاول أن أنصف بينكما. أنا أعجب لجارين مسلمين أخوين حميمين أن يتخاصما على أرض لا تتعدى الستة أمتار. إن كان ستة أو أربعة أو اثنين، إنها ملكية أرض. الملك لله يا أبا أحمد، وأنتما في نهاية المطاف لا تملكان سوى متران تدفنان فيها. توقف، اكمل طريقك. هذه هي التكلفة الشبه النهائية التي طلبتها مني. لقد اقتنعت برأيك ووجدته صوابا. هذا يعني أنك تبني طابقا لابنك محمد؟ هذا هو المراد. حسنا جدا، إذا علينا أن نراجع المقاييس من جديد، ويجب أن تضيف فائدة أخرى ابتكرتها من وحي المناسبة. أية مناسبة؟ غدا سترى. اسمعني يا عمار، هذا جاري وأنا أدرى الناس به، صدقني لا تنخدع بكلامه العلم. هذه نصيحتي، يمكنك تقبلها أو رفضها، أن تحكم. مع السلامة. سأغلق أمامه كل الأبواب، وسوف أدفعه لبيع السيارة إن أمكنني ذلك. ألا تكون نصيحتك لعمار موجهة ضد جارنا عادل؟ ضده وضد من يحاول الوقوف معه. تصور أن يصعد في سيارته مراقب المصنع الذي أعمل فيه، وهو يعرف العلاقة السيئة بيني وبين ذلك المراقب. لا تنسى أنك رأيته في الشارع يحتاج إلى مساعدة ولم تنظر إليه. ما قمت به رد على الفعل، والباقي أضرب. هذه هي القصة من أولها إلى آخرها. القصة برمتها لا تستدعي ردة الفعل التي تطلبها مني. أقول لك حقرني وأهانني أمام الآخرين، وأنت أيضا يا عادل حقرته وأهنته. رد على فعل البديع أضرب. إنها كرة ثلج تدور وتدور وتدور فتكبر، وأصلها موقف سيارة. بإمكانك يا عادل أن تركن سيارتك في أي مكان آخر. المكان الأقرب يبعد عن منزلي 600 متر. أتسمع؟ 600 متر، مما يعني أنني يجب أن أستقل سيارة أجرة كي أصل إلى سيارتي إذا كنت في المنزل. أيرضيك هذا؟ لم يستطع أن يعطيني على الأقل 3 أشهر إضافية حتى يتسنى لي أن أجد حلا لهذه المسألة، أو أن أبيع سيارتي فأرتاح. وأنا أشتريها منك فتنتهي المشكلة، بل تبدأ من جديد. أنت تحاول أن تحطم رأسي وتدعوني إلى الاستسلام. المسألة يا أخي لم تعد مسألة موقف سيارة، هي مسألة إثبات وجود، نعم، وكرامة. لن أنتهج مبدأ الثار يا أخي، وأطلب المال الذي أقرضته إياه بإرادتي. لم أخن إخوتي بالقدر الذي أحاول فيه عدم تأليج النار بين أخوين مسلمين. يجب أن يكون أخوين متحابين بدلا من أن يكون عدوين. أمسينا عدوين منذ هذه اللحظة، فما رأيك؟ لن أقف ضد مبادئي. حسنا يا أخي،
يا من أنت من لحمي ودمي. أنا أريد النصف ما تركه والدي من الإرث بما فيه هذا المكتب الذي أنت فيه الآن. ماذا قلت؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. هذه الورقة لك. لي أنا؟ نعم. شكرا لك. ما بك؟ فعلها والله. حدث ما كنت أخشى. ماذا حدث؟ رسالة إنذار من عبد الرحمن يريد مني أن أرد له دينه، ومع هذا لا أستطيع أن أفعل شيء. لا حل إلا أن يبيع ولدك السيارة في أقرب وقت ممكن. كيف يبيعها وقد اشتراها منذ فترة وجيزة؟ سيبيعها وإلا أمسيت في السجن. هذا دين علي. قد وقعت عقدا مع عبد الرحمن لسداد المبلغ بعد شراء السيارة بأسبوعين، وها نحن نمتلك السيارة لأكثر من شهر ولم نسدد لعبد الرحمن دينه. هذه لعبة من عادل دون شك. أصبح يطلب سجني. يجب أن أذهب للمحامي لأستشيره. من أنسى لعادل تلك اللعبة القذرة؟ تفضل. ما هذا المبلغ يا عم إبراهيم؟ هذا هو المبلغ الذي استدانه منصور منك. وأنت تدفع عن منصور؟ بل منصور يعيده إليك عبري. وما الذي منعه من المجيء إلي؟ خجل منك لأنه تأخر عن سداد الدين في موعده. لا أدري ما الذي حدث. لقد رأيت نفسي مدفوعا لأن أرسل إليه إنذارا ثارا لأخي الذي حشرني في الزاوية، وأنت تعلم السبب. أظن أن هذه المسألة انتهت بينكما على الأقل. أتمنى أن يكون ذلك، ولكن أخي لا يفك عن ملاحقتي. لا تكن نصيرا لأخيك إلا في عدله وحقه، أما في ظلمه وغيه فكله ناصحا مرشدا. إن شاء الله يا عم إبراهيم، إن شاء الله. أعطيتك حقك فأعطني حقي. أي حق تعني؟ الورقة التي تثبت دينك لمنصور. تذكرت. نعم. ها هي هنا. تفضل. شكرا لك. شكرا. العفو. سبحان من جمعنا في هذا المكان الطيب بعد أن فرقتنا وساوس الشيطان. خذ يا منصور، أعد مالك من حيث أتيت به. أي مال هذا؟ المال الذي أرسلته مع العم إبراهيم سدادا لدينك. أنت تهذي، أنا لم أرى العم إبراهيم طوال النهار. اسمع، هذه محاولة من إبراهيم لجمعنا من جديد. أقسم أن هذه الورقة ليست من نتاجه، هي محاولة أخرى من أبي محمد لإصلاح ذات البين. وما رأيكما بهذه المبادرة؟ هذه مبادرة جليلة من إنسان مؤمن كالعم إبراهيم الذي يقدم ماله وأرضه في سبيل الإصلاح بين أخوة مؤمنين فرقتهم المصالح والأهواء. نعم، ولا شك في أن المال والأرض هما الوسيلتان اللتان كان يعتمد عليهما العم إبراهيم في بناء منزل لابنه محمد. ها قد أقبل. ما لكم تحدقون بي هكذا؟ هذه أموالك، أعدها إلى كيسك. وهذه ورقة الإيجار، لا أريدك أن تستبدل بناء لولدك محمد بموقف لسيارتي. أخبرنا يا عم إبراهيم، ما الذي دفعك إلى فعل هذا؟ قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم،
إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. كيف رأيتم صنيع الشيطان بكم؟ والله إنها كانت لقشاوة على عينكم فأزلتها بحنكتي ودرايتي، فهل عدتم إلى سابق عهدكم؟ نعم نحن كذلك، لن تعود العداوة بيننا إن شاء الله. إن شاء الله. يا عم إبراهيم، ونحن نخرج من المسجد الآن نعاهد الله ومن ثم نعاهدك بأن تظل إخوتنا ولن تضيع أبدا. تفضل. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله.